السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عندي برشا ما عملتش فيديو اليوم، حبيت نعمل فيديو باش نعبر عن رأيي على الدوكيمنتير متاع فرانس 5 على الحراك الجزائري. بون أنا مانيش جزائرية، أما نحس بروحي جزائرية. أنا من تونس، لكني يعني كي نشوف أي حاجة تمس الجزائري نحس بنفسي جزائرية. يعني أي حاجة تمس المغربي نحس بروحي مغربية، أي حاجة تمس الليبي الموريتاني المصري الخليجي نحس بروحي بنفس الوقت يعني في نفس الأمة. حبيت نقول لكم أنا يعني في أول ما بديت القناة متاعي حبيت نعمل قناة باللغة الفرنسية، لأني أصلي يعني أجيد هذه اللغة، مع أن اللغة الأم هي اللغة العربية، ولكن أيضا أجيد اللغة العربية. لكن الفيديوهات باللغة الفرنسية من الصعب اليوم في فرنسا أن يعني أن تعبر عن رأيك بحرية، أن تعبر برأيك وتعطي الوجهة النظرة الإسلامية، النظرة الإسلامية في الحياة، في العلاقات الزوجية، في العلاقات بين المرأة والرجل. يعني من الصعب، لأن في فرنسا هناك يعني أصبح يعني هناك فكر عام، فكر يعني استبدادي، يعني فكر يخلي الناس الكل تفكر بنفس الطريقة. وإذا أنت يعني يعني حاولت النقد، حاولت يعني تعطي رأي آخر يعني مختلف عن المنظومة السائدة، يعني أصبحت يعني من نظرية المؤامرة، أصبحت يعني ضد السامية، ضد المعادات اللواطية. يعني حتى إذا يعني حتى يعني تعاطفت مع القضية الفلسطينية، اليوم في فرنسا أصبح ممنوع أن تتعاطف مع القضية الفلسطينية. يعني الظلم، يعني خبث، يعني الظلم بعينه. يعني اليوم تتعاطف مع القضية الفلسطينية يعني في العمل، في الشغل، في العلاقات الاجتماعية يوصموك، يعني تولي عندك وصمة المعادات السامية. يعني هناك فكر استبدادي، وهناك إرهاب فكري اللي يخليك يعني لا تقدر أن تعبر عن نفسك وعن آرائك وعن نظرتك للعالم بهذه اللغة الفرنسية. يعني اللغة أصبحت يعني اللغة غير قادرة على التفكير، غير قادرة على النقد الفكري، غير قادرة على الحرية. يعني اللي يحب يعمل يعني فيديوهات باللغة الفرنسية يعملها في الطبخ، في التجميل، في لا شيء، يعني في حاجات تافهة. وبهذه الطريقة اللغة ستضعف. يعني اللغة الفرنسية أصبحت ضعيفة جدا، يعني كانت في مقام اللغة الرابعة في العالم، اليوم أصبحت في مقام اللغة التاسعة في العالم. يعني ما عادش فيها يعني لغة يعني غير قادرة على الإنتاج الفكري. فرنسا متاع قبل ما عادش فرنسا متاع اليوم. يعني فرنسا متاع قبل كانت أحسن برشا، كانت فرنسا الحريات، فرنسا الفلسفة، بلد الفلسفة، بلد العلم. ولكن فرنسا منذ نهاية رئاسة جاك شيراك، يعني بعد 2000 قبل 2012 2007 يعني حوالي فرنسا كانت فرنسا حتى 2005 2007 كانت فرنسا. بعد 2007 فرنسا لم تعد فرنسا. يعني نجم نقول تاريخ فرنسا العادي ينتهي مع رئاسة جاك شيراك. واليوم فرنسا يعني بعد 3 رئاسات لم تصبح فرنسا، هي يعني بلد آخر. لن أقول لكم ما هو البلد، هو أصبح بلد آخر، بلد يعني مستعمر. لهذا يعني هناك إرهاب فكري يعني ميخليوكش يعني تفكر بطريقتك، بطريقة نقدية. يعني حتى المدرسة في فرنسا أصبحت مدرسة يعني تفرض عليك فكر، وأصبحت أيضا يعني تعمل كالمخابرات. يعني أي صغير، أي طفل يعبر عن فكر
غير عادي او فكر لا يوافق المنظومة الفكرية العامة، يعني هذا الطفل يعني اصبح موصوم. ونستدعي الاهالي ونستدعي الوالد ولي الامر ونحقق معه. يعني بصراحة شو نقول لكم، ديكتاتورية. دونك دورينافون انا حبيت في القناة الفيديو بتاعي في قناة اليوتيوب، وليت نحب نعمل كان فيديوهات بالعربي، نحس بروحي راحتي اكثر، واصبحت يعني واصلي جي ويعني جاتني حالة وعي ان اللغة العربية يعني ثرية جدا، ثراء كبير ليس له يعني قبيلة في اللغة الفرنسية. ايضا اللغة العربية اخترتها لاني ارى ان العالم العربي عالم، أو العالم المسلم بطريقة بصفة عامة، عالم يعني ثري جدا، عالم فيه حركة أكثر، عالم فيه ثراء، فيها ديفرسيتي، فيها نتاج، في نتاج فكري أكثر بكثير من العالم الغربي اللي هو أصبح يعني عالم جامد. عالم لماذا جامد؟ لأنه يعني يفرض عليك تفكير واحد، ونجم نقول العالم الغربي يعني يسبقنا بالتكنولوجيا. التكنولوجيا أصبحت يعني مستعملة للاستبداد، يعني التكنولوجيا أصبحت اليوم في الغرب مستعملة لنشر الاستبداد. يعني par exemple le contrôle des réseaux sociaux، يعني dans le sens يعني بالعربية يعني أصبحت التكنولوجيا مستعملة للرقابة، لرقابة الناس. يعني هناك أقل حرية من العالم العربي بمساوئه وبمشاكله، يعني أصبح فضاء حرية بالنسبة لفرنسا. اليوم حبيت نتكلم عن الدوكيومنتير متاع فرانس 5 على الحراك الجزائري. بصراحة الدوكيومنتير فضيحة. يعني شباب الجزائري، الحراك لوش تعمل؟ الحراك تعمل ضد الاستبداد، ضد يعني سانكيام موندام تاع بوتفليقة، ضد يعني الظلم، ضد البطالة، ضد الفقر، يعني ضد ايضا الاستعمار الاقتصادي. يعني ثروات الجزائر بلد غني جدا، وثرواتها يعني غير موزعة بطريقة عادلة على المجتمع، وهناك فقر مدقع في المجتمع، والشباب يعني فيه بطالة كبيرة جدا. يعني نشوفوا في الدوكيومنتير هذا نتاع فرانس 5، الفيلم الوثائقي نتاع فرانس 5، شوفوا يعني شباب يعني عوض أن يتكلم عن المشكلة الفقارة والفقر والبطالة ومشكلة ثروية الاستعمار الاقتصادي، يحكيوا كان على الجنس، الحرمان الجنسي. والله مسكنات، ولا سخفوني الجزائريين، محرومين جنسيا، يناري عليهم يناري. يعني هذا إنسان يحكي من جمش يبوس صاحبته في الشارع، من الجمش يزن معها، لأن العلاقات الجنسية غير يعني مشرعة، غير مسموح بها خارج إطار الزواج. ولا يسخفني هكذاك الدب، ذاك الجحش، هذاك اللي يتكلم ولا وجهه محروق، هذاك عنده شو وجهه هكا محروق بالأبيض. يعني بصراحة يسخف يعني مسكين. اون بلوس وراه هنا ينزو مونتخي عايش في أبارتمون، أن غروند أبارتمون، قال لاهي بخواته، دونك أنا با فيو لي بارون، دونك نورمالمون عنده لي مويان، عنده الإمكانيات باش يكون أسرة، باش ياخو مرا. نجم يكون ياخو مرا تخدم، هو عنده مشكلة البطالة، نجم يكون مدام عنده لوجمون، عنده مسكن، نجم ياخو مرا تخدم ويستر نفسه. أما هو يلوج لي على العلاقات، علاقات زنا خارج إطار الزواج. يعني أصبحت العلاقات الزنا خارج إطار الزواج يعني حقوق، أصبحت حقوق في رأس يعني بعض الشباب، الله يهديهم، الشباب الجزائري وحتى الشباب التونسي أو المغربي. من جهة أخرى واحد آخر زاد وفات الشباب هذوما اللي اختاروهم، شباب يعني أقليات، شباب يعني خارج المنظومة الاجتماعية الجزائرية، يعني شباب لابس بالأسود لباس يعني غير عادي،
والبنيات اللي عندها اللي وراوهم لابسين بالجلد الاسود، يعني ماك جماعه الجوتيك، جماعه الجوتيك وجماعه سكون ابل لي ساتانيك، ولا خذوا جروب ساتانيك وقالوا هذا معناه يمثل الشعب، يمثل الشباب الجزائري. وبعدين شي يحكيوا دونك، واحد يحكي على كيفاش المجتمع الجزائري يعني ما يتحملش المثاليه والشذوذ الجنسي، وبالنسبه ليه يعني هذا يعني غلط يعني انفيرسيون دي فالور كوا، يعني يقلب في المفاهيم كيفاش الشعب الجزائري متوحش، الشعب الجزائري يعني لا يعرف الحب، ونا با دووا دي مي نا با دووا دي مي، والله اقسم بالله شيء يضحك. يعني شعب متوحش كي نبا ما عندوش الحق باش الشباب يحب، وايضا لا يتحمل الشذوذ الجنسي، وكيف ما يتحملش معناه غلطه، هذه بالنسبه ليه هو غلطه. بالطبيعه قال لك الشباب المجتمع الجزائري كيف يشوف معناه راجل زوج رجال يتعاركوا، زوج رجال يعني يتشاجروا بالنسبه ليه حاجه عاديه، اما كيف يشوف زوج رجال يتباوسوا تولي مشكله كبيره. دونك فات هو لا كومباريزون هذه معناه عملها باش يقول ان الشعب الجزائري اوموفوب، الشعب الجزائري يعني لا يحب المثليين يعني ان فات من مطالب الحراك هي المثليه والشذوذ الجنسي، يعني هو يعني قلب المفاهيم، يعني وشوه يعني شوه صوره الحراك. الحراك يعني اللي هو اصله يعني مطالب استقلاليه عن المستعمر الاقتصادي، اصبح يعني مطالب جنسيه. وكل بنيات عاد كثلاثه ذوك كثلاثه همل قاعدين يسهروا على السطح ويحكيوا دونك يحبوا الكونسوماسيون تاع الدروغ تاع الكول، يحبوا الجنس افولونتي، ولابسين بالكحل زاده، والاخر تتكلم بالثثثاء انا با دووا دي مي ثثثاء بوكو دي ديبرسيون بوكو تي اون ديبرسيون اكسيتيرا. دونك وحده تعمل جي 20 ans جو سوي ان ديبرسيون، علاش وخيتي علاش تي اون ديبرسيون؟ على خاطر انت مشيت في الطريق الغلط، في طريق الغلط معناها حتى حد ما يشوفك، حتى حد ما يعبرك، اذا تاخذ الدروك وتستهلك في الخمر وتخرج مع الادوات يا غوش بالطبيعه باش تكون ديبرسيون، سي اون كونسيكونس لوجيك. بصراحه سي ان سكاندال، سي ان سكاندال. يعني ان فيت قد ما شفنا نتفرجوا على الدوكيومونتير على الحراك، ما تكلمناش على البترول، ما تكلمناش على الغاز، ما تكلمناش على الثروات، يعني الثروات اللي تاخذ فيها فرنسا بلاش، عن توزيع الثروات ما شفناش، ما شفنا حتى شيء على البطاله، ما شفنا حتى شيء على الفقر. يعني فيلم تاع يعني يمثل يعني فيلم اللي هو يعني يختصر هذا الحراك في المطالب الجنسيه. يعني المشكله الغرب، واش مشكله الغرب؟ مشكله الغرب انه هو يعني تعدى الخطوه من المجتمع العادي الى مجتمع لواطي، ويقول لك والمشكله ان القاره الافريقيه رافضه القاره، يعني في مشكله المسلمين فيهم حتى الافريقيين لا فارقه، والروس رافضين هذا المبدا. يعني بوتين عمل خرج قانون، يعني اللي خرج قانون اللي هو في الدستور الروسي اللي هو يرفض رفضا قاطعا الزواج المثلي. دونك هذا يعني مشكلته، هذا مشكلته اللي هو حاس بروحه، يعني الغرب حاس بروحه، يعني هو في باله عنده كومبلكس سوبريوريتي، اما كيف شاف المجتمع يعني الافارقه والمسلمين والروس ما همش قابلين بهالمبدا هذا بالزواج اللواتي وبالمجتمع اللواتي، شاف روحه يعني خارج المنظومة العالمية، يعني حاس بروحه يعني اللي هو عنده الفوا كون عنده الفوا في نفس الوقت الكومبلكس سوبريوريتي وكومبلكس دافيريتي، يعني هي يقول كيف انه ما الناس مازالوا متشبثين بالقيم نتاعهم باللي فالور نتاعهم، متشبثين معناها بقيمة الأسرة. وهو المشكل نتاع الغرب هو التكاثر، يقول لك الأفارقة يتكاثروا برشا، المسلمين يتكاثروا برشا، واحنا معناه ما عندنا يعني بتاتخ 0.5 انفون بار فام. دونك ديكو المشكل نتاع الغرب هو يعني لو رينوفالمون جينيراسيون، ما نجمش يعمل رينوفالمون جينيراسيون على 100% على خاطر الأسرة مدمرة، يعني دمرت الأسرة وأصبح الزواج اللواتي هو الموضة الجديدة. ولا دونك فيت وبعداش معناه يعني بصراحه
il faut le voir. انا je vous invite tout de suite à regarder le film, il est sur YouTube. نخليكم نشوفوا، كنحاول نعمل لكم مقاطع، نحط مقاطع معناها من الفيلم في الفيديو بتاعي. بصراحة يعني سي انكرويابل. هو ان فيت الفيلم هذا فيه نظرتين، يعني يمثل نظرة العالم الغربي للمجتمعات الإسلامية. يعني بالنسبة لي المجتمع الإسلامي يعني غير متطور، لأنه تنقص الحريات الشخصية والحريات الجنسية. لكنه الغرب لا يرى يعني مساوئه، يعني الحرية الجنسية هذه ماذا أنتجت؟ أنتجت يعني تدمير الأسرة، أنتجت يعني هو يعني الغرب غير قادر على يعني غنوفلمون جينيراسيون، معناها ماهوش قادر باش يجيب صغار أكثر من العادة بور سو غنوفلي، لتجديد الأجيال. يعني هو يعني نظرته هو هي نظرة ليبرالية ليبرتير، سو كون أبيل لو ليبراليزم ليبرتير. الليبراليزم ليبرتير بالنسبة لي يعني هو اللي جاب المشاكل، يعني فما مشاكل برشا برشا مشاكل في المجتمع الغربي أكوز دو ليبراليزم ليبرتير. نشوف يعني ما عادش قيم، لا جونيس إلي أون بيرد دو روبير، ما عادش عندها يعني قيم متاعها، وأصبح يعني الممارسات الجنسية حتى في داخل العائلة، يعني الجنس المحارم أصبح حاجة عادية للآخر في العائلات الغربية. لماذا؟ لأن ما يعرفوش الحرام والحلال، يعني لي روبير نتاع الحرام والحلال ما عادش عندهم. وكما قلت لكم راهو الغرب زايد علينا، راهو جوست بالتكنولوجيا، لو جور والتكنولوجيا تمشي راهو ما فماش حتى، ما عندهمش اوكين فالور او سوبيريور على نوتر. فوالا. من جهه اخرى ايضا نظره المجتمع الغربي للمظاهرات، المظاهرات التي تطالب بحقوق اجتماعية وبحقوق اقتصادية. احنا نشوف ولا في فرنسا يعني حاولوا يعملوا مظاهرات، حاولوا يعني لأصحاب سترات الصفرة حاولوا باش يعملوا يعني ثورة على تونيزيانا في فرنسا، ما نجموش، ما قدروش، على خاطر يعني القوة العسكرية والقوة البوليسية في فرنسا قوية برشا، دونك سي لا مور. دونك ان فيت ونحسوا ايضا المجتمع الفرنسي مقتسم منقسم، دونك الانقسام في المجتمع الفرنسي بين البرجوازيه وبين العائلات المتوسطه، بين الاحياء الشعبيه وبين الاحياء العاديه، بين الفرنسيين يعني من اصل فرنسي ومن الفرنسيين من اصل افريقي او خارج اوروبا. يعني هناك انقسام كبير، لذلك لم تنجح المظاهرات، لم تنجح يعني الثوره الفرنسيه، يعني الثوره الفرنسيه في 2019. دونك هناك يعني والدوكيومونتير حاول باش يعطي نظره يعني مشوهه على الحراك الجزائري، لانه اصله هو يعني في عقليتهم في تفكيرهم هما ضد الحراك الاجتماعي. لا بروف يعني السترات الصفراء يعني حقروهم قتلوهم بطروهم، يعني كلهم قدش من واحد خسر عينه، قدش من واحد خسر يده، بيا بلوزيغ مور ايغالمون. دونك دوكو معناها هي نظرة استبدادية للعالم، يعني نظرة متاع فيها كومبلكس دو سوبريوريتي ونظرة استبداد، لأنه يعني يقول لك هذا حراك ما حبش يعطي الفكرة الحقيقية على هذا الحراك. ونورمالمون حراك عنده مطالب اجتماعية واقتصادية، هو أعطى عليه صورة أخرى، صورة المطالب الجنسية. دونك هذا معناه فولو، معناه هو يعني هو اصله حب يعمل هكا بوغ اسكاموتي، باش يخبي معناها المطالب الحقيقيه. ومن جهه اخرى ايضا الغرب يعني يحاول باش يعطي باش يفرض الفكر نتاعو، يفرض الفكر الاستبدادي، الحريه الشخصيه ما تنجم تكون الا تحت البطن. يعني الحريه الشخصيه هي حريه تحت البطن، يعني هي الحرية الجنسية. وبالنسبة لي الحرية يعني لا كونسيبسيون دو لا ليبرتي سي با ليسبري كريتيك، سي با ليبرتي ديكسبرسيون، سي ني با معناها مش حرية، ماهيش حرية يعني
حريه يعني حريه التفكير، حريه التعبير. لا، بالنسبه له الحريه هي الحريه الجنسيه، ولا هذيك الحريه نتاعو هي حريه الاستهلاك. يعني في مجتمع راسمالي متوحش استهلاكي، الاستهلاك هو الكل. تستهلك يعني لبطنك، اللي تحت بطنك، تستهلك لجسمك، تستهلك لعائلتك، تستهلك لصغارك. يعني الاستهلاك سكي برودوي لارجون، فوالا سي لارجون كي برودوي لارجون. ايضا من جهه اخرى، يعني هو يعني الفيلم الوثائقي يعطينا فكره على المنظومه الفكريه الغربيه، في نفس الوقت ايضا يعطينا فكره على نظره الغرب للمجتمع الاسلامي. دونك هذا الغرب ينظر للمجتمع الاسلامي كمجتمع محبط، كمجتمع يعني فروستري، كمجتمع يعني ناقص برشا حاجات، بالخاص ناقص معناها هي لاسات سكوتي الشخصيه، الحريه الشخصيه. وبالنسبه لي الحريه هي هكا، هي حريه يعني جنسيه. ولكن هذا يعني غلط، غلط كومبليتوم. احنا نشوفوا توا في فرنسا الحريه ما فيهاش برشا حريه، اي واحد معناه يحل فمه يتكلم بور كريتيكي معناه شوز الجنسي، وبيان بور كريتيكي دونك يعني الاستبداد، الاستبداد الفكري اللي يعني مستبدين به معناه جماعه من جماعات اللي يهيمنوا على الدوله، ما ينجمش، ما ينجمش يتكلم. يتكلم ترسلوا مشاكل، ترسلوا ترسلوا ألف ألف قضية وقضية. دونك وي، دونك ما فماش حرية. يعني يكذبوا، يكذبوا كومبليتمون، كذب في كذب. دونك فوالا فوالا، خليكم ملا. انا نحط لكم شويه مقاطع من الدوكيومونتير وتموتوا بالضحك، فريمون تموتوا بالضحك. معناها مسكين خويا الجزائري واخته الجزائريه محبوطين، محرومين مسكنات، وهذا كومبليتمون فو، سي كومبليتمون فو. صح، بالعكس نشوف الفرنسيس والغربيين هم المحبوطين، على خاطر ان رجال باردين، رجالهم باردين على الاخر. ويعني حتى في حتى في العلاقات بين المرأة والرجل علاقات باردة. فوالا دونك خليكم تفرجوا وتتشوفوا يعني وتشوفوا وتضحكوا وتموتوا بالضحك على هذا الدوكيومنتير اللي يعطي فكرة مشوهة، فكرة غالطة على الجزائر وعلى الحراك الجزائري. هيا بالسلامة، ومتنساوش متنساوش إذا تحبوا تشجعوني المشاركة في قناتي، لايكي، بارتاجي. وان شاء الله بتشجيعكم ان شاء الله نحاول باش نعمل على الاقل، على الاقل فيديو في الاسبوع ان شاء الله. دونك ان شاء الله في لقاء جديد، والى اللقاء وبسلامه. Si un gars marche dans la rue, il voit deux gars en train de se tabasser dans la gueule, limite en train de prendre un couteau, en train de le tuer, pour lui c'est normal. C'est un règlement de compte. C'est un règlement de compte. C'est du moment où il voit un couple en train de s'embrasser, en train de se prendre un câlin ou un truc comme ça, wow. Ah ouais, là c'est la merde. Ah là où. En fait, wesh. On peut dire que l'Algérie, elle a un gros problème de tabou vers l'amour. L'amour ici, c'est un tabou. Déjà, pour pouvoir vivre une vie de couple, on doit se marier. Je dis pas que le mariage n'est pas un bon truc. Non, au contraire. Mais ici, en Algérie, c'est limite une obligation. Même en étant marié, tu crois vraiment que dans pour s'embrasser? Non. Atteinte à la pudeur publique. Bah voilà, on va payer une amende. Une amende. Et si on n'est pas marié, la prison. Pour moi surtout. Ouais. Donc du coup, tu crois vraiment que je suis heureux après tout ça? Non. C'est pas ça le bonheur. Je pense pas qu'on puisse être heureux en Algérie, dans un pays où on nous étouffe. On n'a même pas le droit d'aimer au fait. En Algérie, on n'a pas le droit d'aimer au sens profond. Parce que déjà, le romantisme est vu comme une faiblesse dans notre pays. Et socialement, on n'a pas voulu franchir le pas. Hein, de respecter et d'accepter l'amour tel qu'elle est. Oh, oh là 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 là, tout de suite les sujets tabous. J'ai pas de sexualité, hein, comme tous les Algériens. La frustration sexuelle en Algérie, c'est un problème majeur, franchement, hein, parce que ça te pousse à... Ça pousse les jeunes, en tout cas les hommes, à détester la femme, genre, limite détester la femme. À... Alors qu'au fond de lui, il veut juste se retrouver avec elle, pouvoir, je sais pas, l'embrasser ou la prendre dans ses bras dehors, mais il peut pas. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il réagit de manière un peu violente. Là, j'en ai marre. Pourquoi ma À 20 ans déjà, la dépression. À 20 ans en fait.
Ouais. Tu souffres à 20 ans, en fait. À 20 ans, genre à 20 ans, t'es à l'étranger, t'es là, tu vis ta meilleure vie, t'es en boîte de nuit, t'es avec tes potes. Bah là, t'as rien, genre. T'as rien, en fait. T'as un cinéma, deux cinémas, puis t'as rien, en fait. Il y a des programmes pourris, il y a des films qui sont censurés parce qu'ils contiennent des scènes érotiques, on va dire. Ici, ouais. Exactement. Le tabou de la femme qui se masturbe. Comment tu peux connaître tes plaisirs exactement. Si tu n'as pas le droit de te masturber exactement. Ou de voir du porno. Exactement. Le problème, c'est qu'il faudrait instaurer une éducation sexuelle. Ce pays a besoin d'une éducation sexuelle. Les parents sont contre. Justement, les parents sont contre, mais... Ils croient que c'est obscène. En fait, ils sont contre du fait qu'une femme va être libre quand même. Donc en fait, on a des générations qui se poursuivent, mais qui sont les mêmes. Une éducation merdique, quoi. Inexistante. Inexistante, quoi. Les filles ne sont pas solidaires dans ce pays. Elles sont soumises. Elles ferment leur gueule et elles acceptent. Elles se disent, ouais, c'est comme ça, tout le monde fait, moi je vais faire comme tout le monde. Mais est-ce que c'est juste, est-ce que t'es heureuse? Est-ce que toi t'es heureuse? Est-ce que le jour où tu mourras, tu seras dans ton lit de mort? Est-ce que tu te diras, ouais, j'ai vécu une belle vie? Est-ce que tu vas répondre par oui? Non. Moi je veux répondre par oui.